يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، وذلك ابتداء من الساعة 7 صباحا من يوم السبت الموافق 21/3/2020 وحتى إشعار آخر. مع إطلاق صافرات الإنذار قبل قليل، بدأ نفاذ قرار رقم 2 من قانون الدفاع بحظر التجول. يقف أداء القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومعهم إخوانهم من الأجهزة الأمنية المختلفة حراساً لشعبهم الأبي الوفي، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من خطر الوباء. الحديث الآن مشاهدينا أكثر حول إجراءات حظر التجول في المملكة ونجاعتها في السيطرة على فيروس كورونا في المملكة. ينضم إلينا الآن مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد الركن مازن بيك الفراي. مازن بيك، أهلا وسهلا بك عبر هذه التغطية. مازن بيك، يعني نبدأ معك بالجديد اليوم في المؤتمر الصحفي وفي الإجازة الصحفي الذي أدلى به وزير الإعلام سيد أمجد العطايلي. من المتوقع خلال هذا الأسبوع أن يتم اتخاذ قرار بتخفيف الإجراءات، إجراءات حظر التجول في عدد من محافظات المملكة التي لم تسجل إصابات، بالتالي نعرف شو الإجراءات، كيف ممكن تخفف حظر التجول في هذه المحافظات، وما هي أيضا هذه المحافظات. يا سيدي الله يمسيك بالخير. مساء. الحقيقة موضوع حظر التجول في المحافظات بشكل عام هو بالدرجة الأولى هو قرار يعني مبدأه يكون عند لجنة الأوبئة، وبالتالي هناك مراجعة باستمرار لوضع المحافظات من ناحية الإصابات اللي تسجل فيها، وهذا أيضا يرتبط بحجم الاستقصاء الوبائي في تلك المحافظات. يعني كمية عدد الفرق الطبية اللي بتأخذ عينات وتم فحصها والنتائج اللي بتطلع بقرر يعني فيما إذا كان يعني بالإمكان اعتبار هذه المحافظات خالية من الإصابات أو من الفيروس. الآن هناك مراجعة شاملة خاصة لمحافظات الجنوب، لغاية الآن يعني ما فيها إصابات، تم أخذ عينات عشوائية فيها، الحمد لله رب العالمين أثبت جميعها أنها يعني نتائج سلبية. في مراجعة لتخفيف الإجراءات في هذه المحافظات، لغاية الآن ما في قرار نهائي بهذا الاتجاه. القرار يعني هو أيضا يراعي ارتباطها بالمحافظات الأخرى، لأنه أيضا المحافظات هذه مرتبطة بعمان بالذات وتعتمد على العاصمة عمان كثيرا في موضوع تزويدها بالمواد التموينية وإدامة الحياة اليومية، ولذلك لا يوجد قرار متخذ حتى الآن، لكن يعني هناك مراجعات مستمرة لهذا الأمر. نعم، إذا مازن بيك ممكن يكون تخفيف إجراءات حظر التجول داخل المحافظات المتوقع أن يتم تخفيف الإجراءات فيها، وليس طبعا حرية الخروج والدخول إليها، بس عشان تكون واضحة يعني النقطة. يعني بعتقد بطبيعة الحال لن يكون هناك يعني حرية حركة كاملة للمرور ما بين المحافظات. نعم. طيب مازن بيك، بدي أنتقل أيضا إلى قرار آخر اتخذ هذا اليوم بحظر تجول شامل للمرة الثالثة في معركتنا مع فيروس كورونا، متوقع الجمعة والسبت المقبل حظر تجول شامل. ما الذي دفعنا لاتخاذ هذا القرار من جديد نجاعة ما تم اتخاذه سابقا؟ يعني أيضا قرار الحظر الشامل هو يعني كان حكيت في أكثر من مناسبة، قرار الحظر الشامل هو بحد ذاته هو يعني يوقف أو يحد من انتشار الوباء. تعرف يعني كل ما كانت الناس تختلط، كل ما كانت الناس خارج بيوتها، كل ما كان الفيروس أيضا يتحرك، ولذلك وقت لحركة الفيروس أكثر منها وقت لحركة البشر. الحظر الشامل يعني في أكثر من مناسبة، في أكثر مرة عملنا فرق الاستقصاء كانت تتحرك بحرية، عمليات التحكيم والتطهير للمرافق العامة كانت تتم بسهولة، الوصول إلى المخالطين كان يتم بسهولة، ولذلك يعني أنا بعتقد أن النتائج هي إيجابية. الموضوع الآن يقارن دائما أيضا بحرية حركة المواطنين، إدامة الحياة اليومية. يعني الحظر الشامل الأسبوع الماضي تم إدامة الحياة اليومية كاملة للمملكة حوالي 3000 شخص أو استثنوا من الحظر.
الآن هل هناك فائدة؟ نعم هناك فائدة. هل هناك تقييد على حرية المواطن وعلى حرية الشحن والتجارة والآخر؟ نعم هذا صحيح، وبالتالي هناك موازنة دائما ما بين الأمرين. نعم. طب مازن بيك، احنا يعني عنوان تغطيتنا اليوم الأردن وكورونا، أين الأردن يقف من مواجهة هذا الفيروس؟ أيضا أنت الآن بدنا إياك تعطينا تقييمك لتعامل المواطنين ومدى التزام المواطنين خلال كل الفترة الماضية منذ نحو شهر حتى هذه اللحظة، وبالتالي إلى أن وصلنا إلى هذا اليوم من معركتنا مع فيروس كورونا. يعني والله التزام المواطنين متفاوت، يعني من مكان إلى آخر ومن وقت إلى آخر، لكن بشكل عام يعني أنا يعني أنظر بإيجابية للأمر هذا. أنا أرى أنه في التزام كبير من قبل المواطنين، في مخالفات أحيانا، في خروج عن التعليمات اللي تعطى بهذا الاتجاه، لكن بشكل عام التزام المواطن أنا بعتقد أنه كان هو الحاسم في وصولنا إلى يعني عدد نسبيا هو يعني يعتبر قليل بالإصابات، وأيضا تقريبا يعني بدي أشير بجهود الحقيقة كوادر وزارة الصحة وأطقمها وإجراءاتها على الأرض وجنودها المجهولين في المختبرات وفي يعني المستشفيات، اللي الحقيقة هم بخاطروا بأرواحهم بشكل يومي، سواء بوزارة الصحة بالخدمات الطبية بالدفاع المدني اللي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه. والحمد لله رب العالمين نحن بوضع ليس هو المأمول ولكنه مرضي ومريح، وأتأمل إن شاء الله رب العالمين الأيام القادمة تحمل يعني أثر عن يعني تراجع هذا الوباء. طب الوضع مرضي كما تقول مازن بيك، هل هذا يعني أن يعني المخالفات من قبل من يخالف أوامر حظر التجول نحن في انخفاض مع مرور الأيام، زيادة الوعي لدى المواطن أم ماذا؟ والله أيضا مرة ثانية بقول لك، هو يعني بعتمد بعض المناطق في عمان فيها التزام كامل، يعني أنا ما بدي أحط مناطق معينة، لكن بشكل عام تختلف من منطقة إلى أخرى. أنا بتأمل إن شاء الله رب العالمين أنه يصير هناك وعي ذاتي عند المواطن، أنه هذا الأمر يعني إذا استمر عدم الالتزام يعني هو استمرار للضغوط والتقييد على الحركة واستمرار يعني تداعيات سلبية على الاقتصاد وعلى العمالة وعلى البطالة وبالدرجة الأولى على صحة المواطن. لكن كان في مخالفات الحقيقة ومخالفات مؤسفة تم التعامل معها من قبل الأجهزة الأمنية، ولكن يعني نحن دائما نعول على وعي المواطن وليس على العقوبة. طيب كان هناك بعض المخالفات في مجال المخالفات، رأينا خلال الفترة الماضية مازن بيك مخالفات في التصاريح، أيضا تحولنا لاحقا إلى التصاريح الإلكترونية لضبط عمليات تزوير هذه المخالفات. منذ أن بدأنا يعني بالتصاريح الإلكترونية، هل رصدتم أي مخالفات؟ احنا بدناش نحكي من ناحية فنية، إذا ممكن الواحد فعلا يزور تصريح إلكتروني أيضا. يعني والله يعني المؤسف الحقيقة مرة أخرى إنه يعني إحنا دائما نسعى إلى يعني الالتفاف على موضوع التصاريح ومحاولة تزوير، ويعني بستغل لو الإنسان يستخدم يعني قدراته في الالتزام وفي ناحية إيجابية يمكن وصلنا نتيجة أفضل. لكن يعني التصاريح الإلكترونية اللي منحت عدد كبير منها، يعني يمكن إحنا أكثر من 200,000 تصريح لغاية الآن، ويتم منح تصاريح مؤقتة بشكل يومي معالجة بعض الحالات الإنسانية لدى المواطنين. يعني يفضل أنه التصريح يترك للشخص اللي بيستحقه. الآن خلال الفترة الأيام الجاية أيضا في على منصة ستي هوم دوت جو راح يكون إن شاء الله كمان فئات أخرى يمكنها التقدم للحصول على التصريح من خلال المنصة لحالات إنسانية مثل مرض السرطان، يعني حالات الابتعاد عن العائلة لفترة طويلة، الشخص اللي حجز بسبب الحظر، يعني في حالات كثيرة إن شاء الله تدرس على المنصة. لكن عملية التزوير يعني هي ثقافة بالدرجة الأولى، يعني إحنا صعب نعم. جدا يعني في تنافس مستمر دائما ما بين تمكين النظام وإحكامه وبين محاولة صحيح يعني تزوير. نعم. العميد الركن مازن بيك الفراي، مدير عمليات خلية أزمة كورونا، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.